هناك الكثير من الأحاديث تحث وقد توجب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة مسجده، فهل هي صحيحة أم موضوعة؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبره حديث، وإنما الأحاديث الواردة في خصوص زيارة قبره عليه الصلاة والسلام كلها إما موضوعة ومكذوبة أو ضعيفة متناهية الضعف، لا يجوز العمل بها. نعم، وإنما الثابت الحث على زيارة القبور عموما، كما قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على زيارة القبور لأجل الاعتبار والدعاء للأموات والاستغفار لهم بدون سفر وبدون شد رحل. أما زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بخصوصه فلم يثبت بها حديث، وإنما الأحاديث الواردة فيها إما واهية ومتناهية الضعف أو مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما بيّن ذلك أئمة الإسلام كالحافظ ابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن عبد الهادي وغيرهم من أئمة الحديث. نعم، بارك الله فيكم.